هزة أرضية تعرضت لها مصر في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، لكن تلك الهزة لم يشعر بها الجميع مقارنة بما حدث في مدينة جاروة الكاميرونية بعدما شعر الجميع بالهزة التي ضربت منتخب مصر بعد سقوطها أمام منتخب نيجيريا في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس في افتتاح مباراة المنتخبين في كأس الأمم الإفريقية. سقوط منتخب مصر لم يكن على مستوى النتيجة فقط، بل شمل الأداء أيضاً، بعدما سيطر النسور الخضراء على مجريات اللعب لا سيما في الشوط الأول الذي ظهر خلاله نجوم الفراعنة في حالة يرثى لها دفاعياً وهجومياً. فبعيداً عن تصويبة مصطفى محمد على مرمى المنتخب النيجيري في بداية الشوط والتي لم تشكل أي خطورة تذكر على شباك المنافس، اختفى لاعبو مصر في ظل نجاح مدرب النسور الخضراء في غلق المساحات أمام محمد صلاح نجم المنتخب والضغط على مدافعي الفراعنة، مما حرمهم من بداية الهجمات بشكل صحيح. وحاول كيروش تدارك أخطاء الشوط الأول وأجرى بعض التعديلات بغية تنشيط الأداء الهجومي، وهو ما نجح فيه عن طريق نزول أحمد سيد زيزو الذي بث النشاط هجومياً في صفوف المنتخب، لكنه نشاط دون نتيجة. اعتمد منتخب نيجيريا على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة كبيرة على مرمى منتخب مصر، ولولا تألق محمد الشناوي في الدفاع عن مرماه لحقق النسور الخضراء نتيجة تاريخية. خسارة المباراة الافتتاحية في البطولة الإفريقية أمر يتعرض له المنتخب الوطني لأول مرة منذ 20 عاماً، وتحديداً منذ خسارته أمام السنغال في افتتاح بطولة 2002 التي أقيمت في مالي. انتقادات لاذعة تعرض لها نجوم المنتخب عقب الخسارة أمام نيجيريا، إلا أن النصيب الأكبر من الانتقادات كان ضد البرتغالي كيروش الذي أصر على البدء بطريقة لعب وتشكيل غير مناسبين للمنتخب المصري، لدرجة دفعت الجماهير المصرية التي كانت متواجدة في ملعب المباراة للدخول معه في مشادة كلامية. فهل يتنازل كيروش عن كبريائه ويجري تعديلات على تشكيل وطريقة لعب المنتخب في المباريات القادمة، أم سيواصل عناده؟ هذا ما ستجيب عنه مواجهة المنتخب المقبلة أمام غينيا بيساو المقرر لها السبت المقبل.